أهلا بكم. انخفضت أسعار خامي البصل الثقيل والمتوسط على الرغم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل دولارا و 36 سنتا ليصل إلى 67 دولارا و 21 سنتا. وانخفض سعر خام المتوسط منه دولارا و 36 سنتا ليصل إلى 70 دولارا و 21 سنت. وارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط قد يتحول إلى حرب أوسع نطاقا على الأرض ويعطل إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسة بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل. قال عضو لجنة النفط والغاز النيابي علاء الحيدري إن انخفاض النفط في حال حدوثه عالميا فإنه سيؤثر على جميع فئات المجتمع ولا يقتصر على الموظفين فحسب. وقال الحيدري إن البرنامج الحكومي كان من المفترض تضمنه تنويعا لمصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط في إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن الاعتماد على النفط فيه مخاطر عدة نظرا لتذبذب أسعار النفط العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي يزداد تدريجيا لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات بكثير، وتبلغ ديون العراق الداخلية وفقا للبيانات الرسمية 50 مليار دولار إضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار أمريكي، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب بعد على الرغم من أنها خاضعة تماما لنادي باريس. حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من تورط مصارف رقمية جديدة في العراق بسرقة الأموال وتهريبها خارج البلاد، خاصة مع غياب الرقابة الحكومية على عمل تلك البنوك التي لا تمتلك فروعا على أرض الواقع أصلا. وتعد المصارف الرقمية في العراق طريقة أخرى لتهريب العملة بعد استغلالها من قبل البنوك التي فرضت عليها عقوبات عدة والتي تتطلب مراقبة حكومية وتحركا جادا نحوها وعبر تطبيقات إلكترونية معروفة غير خاضعة للرقابة. تتم عملية التحويل المالي داخل هذه التطبيقات دون الحاجة الماسة للتعامل الورقي أو التدقيق المالي حتى، مما يسهل عملية التحويل وإمكانية تهريب الأموال بكميات مهولة خارج البلاد. ارتفعت الإيرادات العامة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.4% لتبلغ حوالي 6 مليارات وأكثر بقليل من الدولارات، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات المحلية من العوائد الضريبية المختلفة ومردود استثمارات حكومية في بعض القطاعات، وذلك من المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن من الخارج وفقا لبيانات رسمية حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني. وبحسب البيانات فقد ارتفعت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام 2024، وتمثل الإيرادات الضريبية غالبية المداخيل المالية للخزينة العامة للأردن. نتابع وإياكم أسعار المعادن.
إلى اللقاء.